أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث من دورة تعلم الـ HTML للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نتحدث عن تحليل صفحة الويب والعناصر المكونة منها وكيفية الاهتمام بالتفاصيل. الغاية من ذلك هو تطوير مواقع ويب ذو كفاءة وجودة عالية. سوف نتكلم في هذه المحاضرة عن أهمية التخطيط قبل الشروع في تصميم صفحات الويب، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى اختيار العناصر المناسبة اللازمة في الصفحة. وأيضاً سوف نتحدث عن واير فريمينج، وهي المخطط الهيكلي الخاص بصفحة الويب والأجزاء المكونة منها. وبالطبع الإلهام والأفكار الجيدة المستنبطة من الخبرة العميقة في هذا المجال لها الدور الأكبر والدور البارز لإنشاء صفحات الويب بكفاءة وجودة عالية. وأيضاً في القسم العملي سوف نقوم بإنشاء صفحة ويب بسيطة فقط باستخدام الـ HTML لإظهار أهمية تطبيق ما تعلمناه في القسم النظري. بداية يجب التفكير في الموقع الويب المراد تصميمه على جميع الصعد، سواء المظهر الخارجي الديزاين أو الخدمات والوظائف التي سوف يقدمها الفانكشناليتي الخاصة به. ولهذا أهمية كبيرة، لأنه في نهاية المطاف سوف يلعب دورا بارزا في اختيار العناصر. فيجب علينا التفكير في الغاية من تصميم موقعنا، ما هي الخدمات وما هي الرسالة التي أريد أن أنقلها للمستخدم عندما يقوم باستخدام الموقع الخاص بي. وأيضا يجب علينا التفكير في المظهر الخارجي على جميع الصعد، حتى في صعيد الألوان. فإذا أريد على سبيل المثال أن أصمم موقع خاص بعالم البحار، اللون الأبرز في استخدامي هو اللون الأزرق وتدرجاته. وأيضا إذا كنت أريد أن أتحدث عن موقع خاص بالبيئة والحفاظ على البيئة، فربما اللون الأخضر هو اللون الطاغي على هذه المسألة، وهكذا. وكما قلنا، هذه الأمور مهمة ويجب استخدامها بعناية لكي أجذب انتباه المستخدم إلى الموقع الخاص بي. وكذلك الاهتمام بأنواع الخطوط أمر مهم في جذب انتباه المستخدم، ولكن علينا الانتباه كي لا نقع في فخ التفاصيل الصغيرة، فكما أنه عدم استخدام أي من هذه التفاصيل له أثر سلبي، وبالمقابل استخدام الكثير من هذه التفاصيل له أثر سلبي أيضا. فيجب علينا الموازنة بين هذه الأمور لكي لا نقع في إحدى الحالتين السلبيتين. وأيضا من المهم التفكير ما هي الرسومات وما هي الصور التي يجب استخدامها، وما هي الصفحات الضرورية التي ستكون ملحقة بالصفحة الرئيسية للموقع الخاص بي. لنأخذ هذا المثال، لدينا هنا لوجو خاص بشركة أبل، ولدينا عنوان الشركة وسلوغن الخاص بها وهي Think Different. هذه صورة جيدة ولكن ليس فيها تفاصيل تجذب الانتباه، إنها عادية. اللوجو تصميم خاص، ولكن طريقة عرض هذه المكونات ليست احترافية. لننظر كيف سيكون الانطباع إذا عدلنا قليلا. فقط سأقوم بتغيير الخط وتغيير موقع الكلام. كما نرى، هذه الصورة أكثر جذبا من الصورة السابقة، وكل ما قمت به هي فقط تغيير نوع الخط وتغيير تموضعه. وبالمقابل الصورة ليست مكتظة بالتفاصيل، ما زالت بسيطة إلى حد ما. والآن إذا أضفت تفاصيل أخرى نرى أن ذلك أجمل وأفضل، وما قمت به هو فقط إضافة ظلال وألوان وتغيير موضع الأشياء، أي أن الرسالة هي نفسها، نفس اسم الشركة ونفس الشعار الخاص بها. فلذلك يجب الانتباه إلى أمرين مهمين: ما هي الرسالة التي أريد أن أنقلها للمستخدم؟ لأنه إذا كان التصميم باهر جدا والرسالة غير مهمة فالموقع غير مهم. وبالمقابل إذا كانت الرسالة مهمة ولكن عرضها كان بطريقة سيئة، فأيضا الموقع لن يجذب الانتباه وسوف يفشل. الواير فريمينج هي إنشاء مخطط تصميمي وهيكلي للموقع الويب قبل الشروع في تصميمه، وهذا كما نرى يعتمد على عدة عوامل، منها حجم الشاشة، محتوى الكونتنت. المحتوى الرئيسي هو في مكان بارز لأنه هو الأمر الأساسي.
ولكن هذه المخططات ليست الوحيدة، وهناك الكثير من المخططات الموجودة مسبقا أو التي يمكنك إنشائها واختيارها بناء على رغباتك وبناء على ما يقوم به الموقع من خدمات. في الواقع ليس هناك قاعدة أساسية لتصميم صفحات الويب، وهذا بشكل عملي يعتمد في الحقيقة على الخبرة المتولدة من تصميم مواقع الويب على المدى الطويل ومن الأفكار المنتجة من الإلهامات والمناقشات التي تحدث بين الزملاء. فبعض الملاحظات يمكن أن أقدمها قد تفيد في هذا المجال. يمكنك استكشاف مواقع ويب أخرى ورؤية التصاميم، وهذا قد يولد بعض الإلهامات التي تساعدك في تطوير صفحة الويب الخاصة بك. أيضا يمكنك رؤية المجلات، الصور المطبوعة والتي من شأنها أن تساعدك في تعزيز المخيلة وتوسيع التفكير العميق، وهذا سوف يؤدي إلى خبرة متراكمة تنعكس على كيفية تصميم المواقع الويب الخاصة بك. وهذا كان القسم النظري الخاص بدرس اليوم، وسوف ننتقل إلى القسم العملي لتصميم صفحة ويب بسيطة وخالية من التعقيد، وبنفس الوقت لها مظهر جيد وجميل وتجذب الانتباه. شكراً لكم، وهيا بنا إلى القسم العملي. إذاً سوف نقوم بتصميم صفحة ويب بسيطة آخذين بعين الاعتبار المفاهيم التي قمنا بسردها في القسم النظري. عنوان الصفحة التي أريد إنشائها لها علاقة بالفواكه ووصفها، ولإنتاج ذلك أحتاج إلى عدة عناصر، منها صور الفواكه وأسماءها ومعلومات عنها. بداية قمت بتحميل صور الفواكه من موقع فلات آيكون كما نرى هنا. هذه الصور سوف أستخدمها في الصفحة، وأيضا قمت بجلب معلومات عن أسمائها والوصف الخاص بها، وأعددت ملف إكسل خاص لذلك كما نرى هنا. هذه هي المعلومات اللازمة لكي أقوم بإنشاء صفحة الويب. بداية يجب أن أختار خلفية مناسبة للصفحة. الخلفية التي اخترتها توافق الواير فريم الذي قمت بإنشائه. دعونا نرى الواير فريم. المخطط كما نرى على الشكل البسيط، لدي عنوان ولدي صورة هنا، والمحتوى يعرض في القسم الأيسر. لدي هنا الملاحة Navigation Bar، وهنا الكونتنت Slide Bar، القائمة المستديرة. الصورة التي اخترتها كخلفية هي هذه الصورة. كما نرى الصورة في القسم الأيمن حلت محل الإيمج في الواير فريم، وهنا لدي مساحة لعرض المحتوى. والآن دعونا نذهب إلى التصميم. نبدأ الآن من هذه الصفحة الفارغة التي تحمل Title Lesson 3. العرض الخاص بهذه الصفحة الخارج هو على الشكل التالي. صفحة فارغة. نبدأ بداية بجلب الخلفية ووضعها في الصفحة. لنقوم بذلك نذهب إلى Style Tag Body، وأقوم بجلب Background. وبما أنني أستخدم صورة سأستخدم تابع الـ URL. الصورة هي هنا كما نراها Background على هذا الشكل. وإذا ذهبنا لرؤية النتائج نرى أن الصورة تم جلبها ولكن ليس في الوضع المناسب. أريد أن تكون الصورة في أقصى اليمين، وللقيام بذلك أقوم بتعريف الحجم الخاص بالباكجراوند، وأقول أنه كبر لكي يتم تغطية الصورة على كامل جسم صفحة الويب. الآن قمنا بإنجاز قسم من أقسام الواير فريم. سوف أقوم الآن بتصميم التايتل العنوان، فأقول بالبادي سأستخدم الهيدر الثاني ونقول عنوان فوت. لنعود إلى المخطط، التايتل يوجد في منتصف الصفحة وعرضه أصغر من عرض الصفحة، فسأقوم أيضا بوضع ظلال وشفافية تعبر عن هذا الوصف على الشكل التالي. فأذهب إلى ستايل وأقول header 2. أقوم بداية بتعريف اللون black و x align center بلان في المنتصف كما رأينا، ولكي أجعل عرض العنوان أصغر من عرض الصفحة أحدد الويت لنقول أنه 50%، ولكي أجعل
الهامش على جانبي العنوان متساوي، قم بوضع مارجن left. المارجن هو المساحة التي تكون خارجية ومحيطة بالعنصر، ولدي أربع أنواع، إما مارجن left أو مارجن top، مارجن bottom، مارجن right. أنا أهتم باليمين واليسار، فأقوم باستخدام left والright على هذا الشكل. أستخدم background. هناك عدة طرق لتحديد اللون، إما بالكلمة المباشرة أو استخدام النظام الـ RGB أو النظام 16، لا فرق في الاستخدام، ولكن بما أنني أريد استخدام الشفافية فيجب استخدام نظام RGBA على هذا الشكل. ونستطيع الوصول بسلاسة لهذا عن طريق استخدام الكلمة مباشرة ثم نقوم بالتعديل. وهنا كما نرى على هذا الشكل لنجعل هذه 0.6. الآن التايتل أصبح جاهزا، وإذا قمنا بعرضه تمام. الآن سوف أنتقل لإنشاء بار ملاحة Navigation. سوف أقوم بتصميمه بوضع صور صغيرة تعبر عن الفاكهة كما يلي. ولكن إذا قمت بعرضها مباشرة سيكون المظهر غير مناسب ولا يعبر عن ما أريد. الأحجام كبيرة جدا وهذا ليس ما أوده. أريد تصغير الحجم لأن النافيجيشن بار كما رأينا في الواير فريم حجم العناصر فيه صغير. والآن نذهب إلى الستايل ونقوم بتحديد العرض للإيمج، لنقل 35 بكسل تمام. ولكني أريد إضافة أيضا خلفية لهذا البار ووضعه في المنتصف وإضافة باقي الفواكه، لنقوم بذلك. قمنا بإضافة الفواكه، والآن لنعدل على خصائص النافيجيشن بار. أريد إزاحته عن أقصى اليسار، أقوم بوضع هامش يساري مارجن ليفت 20%، والخلفية هي نفسها. لنرى الآن النتائج، ولكن كما نرى هذا لا يعبر عما قمت بتصميمه بالواير فريم. أريد أن تكون جميع الفواكه على نفس الخط وأن لا يتم إضافة أسطر جديدة. ولكي أقوم بوضع جميع الفاكهة على نفس السطر أقوم بتحديد طريقة العرض Display. نستطيع أن نذهب هنا إلى Navigation وأستطيع أن أحدد Display كما نرى، وهنا أعرض وأقول Display Inline Legs أي على نفس السطر تمام. هذا ما أردناه. بقي لدي تصميم المحتوى. طبعا الآن ليس هناك وظيفية خاصة لهذه الملاحة، سوف نتحدث عن ذلك فيما بعد. نذهب لتصميم المحتوى. المحتوى يكون مكون من تاج ديب، وبداخله يوجد الفاكهة. كل فاكهة تعبر عن ديف خاص فيها، والفاكهة مكونة من اسم وعنوان وصورة. فأقوم وأقول وباراجراف. الباراجراف سوف نأخذه من ملف الإكسل الذي قمت بإعداده. هنا أقوم بإحضار وصف الأبطال بهذا الشكل. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، إذا قمت بإضافة سمات خاصة بالمحتوى العام الكونتنت أي هنا، فهذه السمات سوف تطبق أيضا على المحتوى الفرعي العنصر هنا لأنهما يعبران عن نفس التاج. فكيف لي أن أميز بين هذا التاج وهذا؟ طبعا يمكنني إضافة ID خاص بكل تاج، إضافة
إلى وجود class أيضاً يمكنني استخدامه. فنقول id container بهذا الشكل، وسنقوم بإضافة سمات خاصة بهذا الكونتينر. للتعبير عن الـ id الـ style أقوم باستخدام hashtag container، وأقول العرض لنجعله 40%، وأيضا أريد تحديد margin left لإبعاده عن أقصى اليسار 10%، وأيضا background RGBA، وأيضا أريد تحديد ميزة overflow. الأوفرفلو ضروري لأنه إذا لم أقم بتحديده فلن يكون هناك سلايد أي قائمة مستديرة، وإنما كل عنصر سوف تتم إضافته سوف يضاف بشكل مباشر وسيزيد ذلك من حجم الصفحة، وهذا ليس ما أريده. أريد أن يكون حجم الكونتنت ثابت وضمنه يوجد العناصر التي يمكنني أن أقوم بسكرولينج أو بالقائمة المستدلة كما سوف نرى الآن. لنرى النتائج دون استخدام هذه الميزة الآن. على سبيل المثال سوف أقوم بإضافة أكثر من عنصر هنا، تمام. لنعرض النتائج ونرى ماذا سيكون لدينا. كما نرى الآن المثال غير واضح، وذلك لأنه حجم الصورة صغير جدا ضمن المحتوى، وهذا ليس ما أود القيام به. أريد تكبير حجم الصورة، لذلك سوف نقوم بالتفريق كما وضحنا وإضافة ID خاص بهذه العناصر أو class خاص فيها لتمييزها وتكبير حجمها. سوف نذهب الآن هنا لنقول هذا النافيجيشن قمت بكتابته بهذه الطريقة، أي tag image الحاوي على class navigation. والآن أقوم بتحديد class تمام. الآن هذه الصور لها الحجم الصغير، وسوف أقوم بتحديد حجم آخر للصور بشكل عام إذا لم يكن لديها class. أقول هنا الimage width لنقول 200 بكسل، هذه سوف تطبق على الصور التي تكون خارج النافيجيشن خارج الملاحة، وكل ما عدا ذلك سوف يكون حجمه 200 بكسل. فإذا ذهبنا الآن تمام، هذه الصور بقيت صغيرة وهذه كبرت، ولكن هناك تعديلات يجب القيام بها في وضع الصورة في المنتصف وكذلك النص. ودعونا أيضا نقوم بإضافة عنصر آخر لرؤية أهمية الميزة overflow التي تكلمنا عنها. بهذا الشكل والآن كما نرى زاد حجم الصفحة، وهذا ليس ما أريد تصميمه. دعونا نستخدم الآن الـ overflow لنرى الفرق. الـ container سأقول overflow overlay، يجب أن أحدد الطول لكي لا يتم تجاوزه. أقول height 550 بكسل على سبيل المثال، والآن تمام. كما لاحظنا أصبح لدي سلايد بار يطابق ما قمنا بوصفه بالواير فريم. لنقوم ببعض التعديلات على المحتوى، هناك صفات مشتركة سوف تكون في العنوان والوصف، لذلك لا مشكلة في أن أقوم بجمع هذه الوصوف ضمن كود واحد، فأقول paragraph وأيضا الـ H2 يمتلكون الخصائص التالية: color black text align center وأيضا هامش على اليمين واليسار auto، والعرض نقول 50%،
لنعرض الآن النتائج لنرى لماذا لم يقم بوضع الهدف في المنتصف. ذلك لأنه الهدف الذي استخدمناه هو هدف 3، فإذا قمنا بإضافته تمام، بقي علي وضع الصورة في المنتصف. ولتغيير موضع الصورة نقوم بالتعديل على المظهر display، فنقول هنا display يجب أن يكون block، وأيضا يجب أن نقوم بتحديد هامش يساري لإزاحته إلى المنتصف margin left auto و margin right auto. أصبحت الصورة في المنتصف، نقوم بتخزين هذه تسييبها ووضعها في الكود هنا بهذا الشكل. نستطيع أيضا التعديل على الخط لجعل المظهر أكثر جمالية. نستطيع أن نستخدم كيرسر، أي لديه انحناءات، والآن كما نرى أصبحت الصورة مناسبة ومعبرة عن الواير فريم الذي قمت بتصميمه. دعونا نقوم بإضافة هايبر لينك يعبر عن معلومات إضافية عن الفاكهة، فإذا قمت بالضغط عليه على سبيل المثال على الصورة يذهب إلى الويكيبيديا على سبيل المثال لعرض تفاصيل إضافية. نقوم بذلك على الشكل التالي، في الإيمج أقوم بتحديد هايبر لينك، ولوضع الرابط المناسب نستطيع الاستعانة بموقع ويكيبيديا للبحث عن ثمرة البنانة الموز. بنانة ويكيبيديا تظهر لنا بهذا الشكل. نقوم بنسخ الرابط ووضعه هنا، وبالمثل نقوم بنسخ هذا هنا، ولثمرة الأبل نقوم بنفس العملية. أقوم هنا بوضع أبل ونفس العملية نقوم في ثمرة الأفوكادو، وهنا نقول أفوكادو. بهذا الشكل. الآن إذا ذهبت لعرض النتائج سأغلق هذا وأحدث، نرى أن الصورة أصبح لها رابط تشعبي، وإذا ذهبت إلى الأفوكادو على سبيل المثال نفس النتائج. جميل جدا. سأقوم الآن بإضافة باقي الفواكه، نفس العملية قمت بجلب الوصف من ملف الإكسل ووضع روابط تشعبية حول الصورة، وقمت بذلك مع جميع الفواكه. والآن إذا قمت بعرض النتائج جميل جدا ومعبر. طبعا يجب إضافة بقية الروابط التشعبية لبقية الفواكه، لم أقم بإضافتها لجميعها، يمكنك القيام بذلك. أصبح الأمر سهلا الآن. مانجو، بعض الفواكه قمت بوضع الرابط لها، ولكن العملية أصبحت سهلة. الآن أصبحت لدينا صفحة جميلة فيها مستوى من التفاعل إلى حد ما، ولكن هناك مشكلة بسيطة. إذا كان لدي عدد كبير من الفواكه وقمت بإضافتها في هذا المكان، فللوصول لآخر فاكهة يجب علي أن أسدل القائمة إلى آخر عنصر بهذا الشكل، ولا نستطيع الوصول إليه بطريقة أخرى. قمنا بإضافة نظام الملاحة لهذا السبب Navigation، بحيث مهما كان عدد الثمار يجب أن يكون الوصول لأي فاكهة بالضغط على الفاكهة هنا، وتقوم بعرض الفاكهة في المحتوى بشكل مباشر.
دون الحاجة إلى سبر كل العناصر للوصول إلى العنصر المراد. كيف يمكنني القيام بذلك؟ بشكل مشابه للروابط التشعبية، كما قلنا هذا الرابط التشعبي لديه صلة وصل مع رابط آخر وهو الويكيبيديا، ولكن ما أريد القيام به هنا هو ربط عنصر من النافيجيشن ليست بعنصر من نفس الصفحة باستخدام الروابط التشعبية نفسها. سنقوم بذلك سوية. هنا على سبيل المثال الووتر ميلون لديه ID ووتر ميلون. الآن سوف أذهب إلى النافيجيشن، وهنا في الووتر ميلون أقوم بإنشاء رابط تشعبي والريفرنس سيكون هو هاشتاغ ووتر ميلون. والآن إذا قمت بالذهاب إليه بضغط Ctrl Enter سوف يذهب إلى القائمة هنا. سأضيف رابط تشعبي آخر لنقل على ثمرة البابايا، فهنا قول بابايا وأضغط بزر اليمين أذهب إلى ثمرة البابايا. لنرى النتائج الآن مع التحديث. كما نرى هذه الصور ليس لديها روابط تشعبية، فقط البابايا والووتر ميلون، البطيخ وثمرة البابايا. إذا ضغطت على البابايا أذهب مباشرة إلى العنصر الموجود في الكونتنت المعبر عن ثمرة البابايا. بالمقابل بالمثل أقوم بالضغط على الووتر ميلون البطيخ وأذهب إلى هذا العنصر بشكل مباشر. نرى أن التفاعل زاد وأصبح التعامل مع الصفحة أيسر وألين وجذاب أكثر، وهذه هي الغاية من تصميم المواقع. وإلى هنا نكون قد أتممنا درس اليوم. أرجو أن يكون قد نال إعجابكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم. سلام.